تنتشر عناصر القوات المسلحة الكولومبية في المناطق الريفية النائية أو في البراري، وهم اليوم كما في الماضي يقررون مصيرهم. هم أحرار ولا ريب، إلا أن الجيش أضعفهم إذ تمكن من تقليص عددهم إلى النصف خلال العقد المنصرم، ولقد خسرت الفارك منذ العام 2008 عددا من زعمائها. إلى ذلك شكلت مفاوضة السلام التي انتهت عام 2012 نقطة تحول في تاريخ البلاد. هذه البلاد التي تتكبد خسائر بشرية واقتصادية هائلة نتيجة النزاعات المسلحة، فعام 2009 كان إجمالي الناتج الداخلي 1.7% قبل أن يعرف تقدما ملحوظا ليبلغ 4.7% عام 2013، غير أن هذه الأرقام قد تشهد تحسنا ملحوظا، فبالاستناد إلى السلطات تتسبب حركة التمرد بتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنقطة أو اثنتين سنويا. ولا ننسى النفقات الأخرى التي تثقل كاهل الاقتصاد كإصلاح البنى التحتية وميزانية الدفاع المتزايدة ومكافحة الاتجار بالمخدرات، النشاط الذي يؤمن الحركة الجزء الأكبر من عائداتها. فلقد قامت الحكومة بتدمير المحاصيل واضعة حدا لإنتاج الكوكا، وبذلك تراجعت مساحة زراعة الكوكا إلى النصف منذ العام 2001، إلا أنها ما زالت تحتل 48,000 هكتار. أما الأعمال الجرمية فتمثل 8 مليارات دولار سنويا، أي 4 مرات حجم صادرات البن الكولومبي.